ITN بالتعاون مع جامعات ومراكز طبية عالمية بتقدم خدمة الاستشارات الطبية من دون مقابل عبر برنامج ميدي لينك. استفيدوا اليوم وبكرة من خبرات أطباء من كافة الاختصاصات واحصلوا مجانا على ملف طبي كامل. برنامج ميدي لينك من ITN. عيش الصحة والأمان. 70 546 444 و03 546 444. جولة جديدة على مختلف خدمات شركة ITN Insurance، واليوم رح نركز مشاهدين على برنامجين، المدي لينك واللايف لينك، أكيد مع السيد توني نصور. أهلا وسهلا فيك سيد نصور. اليوم بدنا نحكي بالتفصيل عن برنامج مدي لينك. بعرف حكينا عنه سابقا ولكن في تطورات حبينا نخبر المشاهدين عنها. بتعرفي رولا، المدي لينك اللي هو الاستشارة الطبية الثانية، كثير ناس اخذنا منهم الملف الطبي والدينا لهم اياه، واصبح انه تجيهم النتائج وحابين يطلعوا على الورد ليدنج سنتر، ميديكال وورد ليدنج سنتر، يعملوا هل العمليات او يعني يتعالجوا بالخارج. نعم. خارج لبنان. هلا نحن بنقدر نحضر لهم كل شيء لوجيستيك، من الاوتيل للسفر لغرفة العمليات للاطباء لكل شيء، بس كل هالتفاصيل انتم بتهتموا فيها؟ نهتم فيها كلها. نعم. من دون مقابل، ولكن هل المصاريف تبعها انه المستشفى والعمليات هن بدهم يدفعوها. نعم. لقينا انه قد ما صار في اقبال والناس ما تعادش ترجع تطور حياتها الاستشفائيه، خلقنا اللي هي اللايف لينك اللي هي باراليل على الميدي لينك واللي على البوليصه الاصل تبع الزبون، وعملنا اللايف لينك. يعني اللايف لينك هي امتداد لميدي لينك؟ لا، الميدي لينك اللي هني اليوم عم نحضر وتقريبا انتهينا، صرنا جاهزين، صرنا على التوقيع، مثل ما امبارح صار في توقيع اتفاق، نحن واصلين على هيدا الاتفاق. انتوا اسرع بكثير. اي صح. رح بيكون التغطية، بتصير كل هالمصاريف من الأوتيل، من الفندق، من السفر للغرفة العمليات للطبيب، بتصير كله من ضمن الانشورنس، من هيك بنسميه رايدر لايف لينك. الناس بتصير بدها تشتري ونحن بنصير ندفع كل شيء عنهم، مش هني بقى بيدفعوا. حاولنا نطور، وهيدا هو التطور اللي عملناه على الميدي لينك. يعني أي متى لازم المنتسب يبلش يفكر باستشارة تانية؟ طبعا هيدا بخصوص، انا دائما بنصح بس يكون في شيء فيري سيريوس، امراض مزمنه او بتعرفي هالامراض المستعصيه، دغري بيخبروا لا سمح الله عندك كانسر. انا بقول له من هون بس يعرف من اول لحظه، يعطينا هالملفات والدراسات كيف كشفوا له عنده اياها، ونحن بنودي له اياهم لبرا، هيدي على حسابنا، ما بيدفع شيء عليها. نعم. وبتجي بالمقابل الاستشاره الثانيه على حسابكم كليا. نعم. وهي كل شيء بتكلف من 3000 لل 15000 دولار، مش انه ببلاش، ولكن لانه تبعتوها على ابرز المراكز. صحيح. والمتخصصين بالخارج. صحيح. بس الحلو، بس يجينا التقرير بيقدر هو يشخص له، بيقولوا له، بيعطوه كيف يمشي بكل المراحل للاستشفاء النهائي. وهون نحن عم بتفيدنا، لو دفعنا بالبداية بتفيدنا بالفاتورة الاستشفائية، وبتفيدنا عند المنتسب تبعنا، صحته بتكون بألف خير. نعم. هون بتكونوا أكدتوا الحالة بالدرجة. صحيح. الأولى. صحيح. ومن هون نحن هلأ عم نطور، منقول له إذا بتحب تعملها ببلدك بيستعمل بطاقته المتواجدة الاستشفائية هون محليا. وبيحب يطلع لبرا، خلقنا اللايف لينك اللي هي بتكون رايدر على البطاقة الأساسية، وبيقدر يطلع وبيعمل كل شيء على حسابنا. كيف حددتوا منافع برنامج لايف لينك؟ طبعا لايف لينك ما فيك تاخذي كل الناس لبرا لأشياء صغيرة بسيطة. نعم. لا، نحن حددناها على أشياء كثير مهمة، الميجر حددناها على 5 أنواع من الأمراض اللي هي الأساسية، كل انواع الكانسر. بتعرفي انواع الكانسر شيء 48 نوع او 50 نوع، انه عده انواع كثيره، كل شيء متعلق بالقلب، من الشريان الابهر، من القلب المفتوح، كل هو حتى القلب المفتوح مش كثير بقى دارج برا، صار كله بطريقه كثير متطوره. عندك زرع النخاع الشوكي، عندك زرع الاعضاء الوهبينه مثل زرع الكلي او الكبد او كل هالانواع، هودي هالاشياء الاساسيه المهمه، هو اللي عم نحطهم تحت اللايف لينك، تحت سقف لايف لينك. تفاجئنا بالرقم التغطيه، يعني حدود تغطيه لغايه 1 مليون دولار سيد نصور، مش كثير؟
لكن يمكن للبنان بنلاقيها كثير صحيح ممكن. بس لبرا اذا بتروحي فيها لبرا لاوروبا هيدي تغطية عادية نورمال كتير منيحة ويمكن يمكن تكفي ويمكن ما بتكفي ببعض الحالات ما بتكفي بتعرفي أيام بتلاقي هون بعض الأطفال بياخدوهم بيطلبوا أنه عنده عملية بتكلف 300,000 دولار يعني تتعرفي قدي حجم صحيح. طبعا الاستشفاء قدي عملية واحدة ممكن تكلف صحيح كتير متطور الطب ولكن كمان مكلف لأنه هالإنسان من دون ما نفكر بالسفر والوقت والتكلفة الأخرى كلنا نحن رح ندفعهم نعم. من ضمن الكوست من ضمن المليون دولار لحدود التغطية كله من الفندق للأوتيل للاستشفاء حتى برجعته على البلاد هذه ضمن الرايدر كلها حتى لا سمح الله لسبب صار في أي وفاة نحن حتى منرد الجثمان إلى البلد الأم إنه طلعي شو في عندك إشياء لوجستية أنت بدي تكون مجهزتي عم تشتغلي لها وعم بتحضريها لهالإنسان بدك تاخذيه من بلده لبلد آخر تنحنا يعني فكرتوا بكل الاحتمالات وجاهزين طبعا حتى مثل ما بتعرفي باللغة إنه هالإنسان بس يطلع لبرا ما بده يعني إذا توجه لدولة بالخارج ليتعالج وما بيعرف اللغة شو بتعمله؟ كله يبقى متواجد نحن حاطينه حتى الترانسليتر اللي بترجم عندهم كل الأكسس عائلته أهله بيشوفوه على السوشيال ميديا على الإنترنت بيقدروا يحكوا معه بيتواصلوا بيقدروا يشوفوا كل شيء عم بيصير معه كل يوم بيومه كأنه أي شيء معه نعم. بالغرفة هيدي كلها التجهيزات كلها متواجدة تنعطي راحة البال لهالإنسان بس بده يطلع للمريض ولعائلته كمان صح. اللي أوقات كتير ما بتقدر تسافر معه صح بتعرفي هون بس واحد يفوت على المستشفى كله بيردوا للضيعة كلها بيردوا للأهل كلهم بيجوا لعنده بيفتحوا الصالونات بقى نحن هالأفكار هيدي العقل الشرقي حاولنا نطبق لهم إياها بس بطريقة متحضرة أكثر بس بيعيشوا معه كأنهم قاعدين معه سيد نصور للمشاهدين اللي ما بيعرفوا لمحة عن شروط انتساب برنامج ميديلينك طبعا شروط الانتساب لازم يكون طبعا عنده بطاقة صحية هلأ في تكون عنده البطاقة الصحية من عنا أو في تكون من أي محل تاني بس نحن منقدر نعطي الرايدر اللايف لينك عليها إنه هيدي التغطية هي مفتوحة لكل الناس مش ضروري تكون البطاقة طالعة من 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 عنا أو بواسطة مكاتبنا بس بيقدر يجي ونحن منأخذ صورة عن هالبطاقة ومنصدر له البطاقة الباراليل مقبيلة بس أهم شيء بده يعرف الإنسان كيف بطاقته الأساسية اللي عنده إياها هون محلياً الشروط نفسها بتطبق برا إنه إذا عنده الاستمرارية عنده التغطية الدائمة إذا عنده استثناء بده يطبق برا بده يعرف إنه هو هيدي بس بده يشتريها بده مش لأنه أنا اليوم بحاجة ومريض إيه جاي أخدها لا بدك أنت تأخدها تقتنع أول شيء بالحالات الاستشفائية المستقبلية وبتشتريها وبتمشي مع بوليستك بارالل ونحن من تابع يعني حتى يحصل على برنامج لايف لينك لازم يكون عنده تأمين صحيح. بالأساس صحيح صحيح لازم يكون عنده تأمين والتأمين من أي جهة مصدرة نحن منقبلها وعلى أساسها على شروطها نحن منقدر نكمل برا ونتابع برا هل بيخضع هالبرنامج لاستمرارية التجديد؟ موجودة طبعا إذا كان عنده البطاقة مؤمن سابقا بحق له الاستمرارية والتغطية الدائمة وكل شيء يبقى عليها أهم شيء مش يجي لأول مرة ما عنده تأمين إيه أنا بدي إشي اللايف لينك تروح أعمل ديزان زرع كلوي لا لازم يكون عنده التأمين السابق يعني إذا اكتشف أو تشخص أنه عنده هالحالة وما كان مأمن ما بيقدر يحصل ما بيقدر يحصل على اللايف لينك طبعا لا لازم اللايف لينك في إلا بلاتفورم لازم يكون عنده تأمين سابق ومقتنع بالتأمين لأن الإنسان إذا عم بيشتريها فقط تيعمل هيدي ما يتمنوا إنسان مؤمن بالتأمين صار نعم. مؤمن بس يخلص نعم. حاله قبل ما يكون عنده مصلحة. إيمان للتأمين نعم. مصلحة صحيح نعم. هيدي العقلية بلشت تغيروها بتصور أنتو بي آي تي أن إنشورنس جهود كبيرة عم بتقوموا فيها من عدة سنوات لليوم أنه تأمين على أنواعه هو حاجة لكل شخص لا راحة البال ولا طمأنينة صحيح صحيح شكرا شكرا لك سيد نصور وقتنا خلص أنا على رد منشوفك بنفس الوقت الأسبوع الجاي وقفي مشاهدينا ومنتابع لا لايف خليكن معنا ATN بالتعاون مع جامعات ومراكز طبية عالمية بتقدم خدمة الاستشارات الطبية من دون مقابل عبر برنامج ميدي لينك
استفيدوا اليوم وبكرة من خبرات أطباء من كافة الاختصاصات واحصلوا مجاناً على ملف طبي كامل. برنامج ميدي لينك من ITN. عيش الصحة والأمان. 70-546-444 و03-546-444